في تقرير جديد يرصد استمرار التفشي الكبير لفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع كبير بأعداد المصابين بالفيروس بمناطق الحكومة. المرصد السوري أوضح نقلاً عن مصادر طبية وصفها بالموثوقة أن مناطق سيطرة الحكومة السورية سجلت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 98 ألف إصابة جديدة ونحو 850 وفاة بفيروس كورونا. وحذر المرصد السوري في تقريره من تداعيات امتلاء نسبة الإشغال في الأسرة داخل المشافي، والتي أدت لفقدان شواغر لاستقبال المصابين الجدد، وصف ذلك بالإنذار الخطير فيما انخفضت نسبة الإقبال على تلقي اللقاح بسبب تخوف السكان من قضية سوء التخزين للقاح. وبحسب المرصد فإن أعداد الإصابات بكورونا في مناطق الحكومة السورية بلغت حتى الآن أكثر من 5,700,000 إصابة مؤكدة، بينها نحو 45,000 حالة وفاة. وتبدو الأرقام التي نشرها المرصد بعيدة عن إحصائيات الحكومة، إذ سجلت وزارة الصحة السورية منذ تفشي الفيروس أكثر من 47,760 حالة إصابة فقط، توفي منها 2,730 حالة، وسط إقرار من المسؤولين الطبيين بمناطق الحكومة بالوصول إلى ذروة الإصابات وامتلاء المشافي.